شوف 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 لي حل شوف لي حل شوف 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 لي حل شوف لي حل شوف 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 لي حل شوف لي حل شوف 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 لي حل أمي ها معون عشاء البارح ها صح الولدي برا خليهم في التوجيه حوته حوته خبزه خبزه وقرن غزير يا بابا حق أمي قاعدة تصحفط على الكريمة تاع البارح ما نجمش نكملها اش فيها بنينة وخفيفة غلبتك لا ولي خذيت شوية مقروض من الأسواق بشمت بقي تبح في ماكلة الشارع قلت لي راني عملت لك مقروض في الدار سليمان مع الصبح على امك سامحني امي صباح الخير والله نسيت سيدي خويا ما ردنيش انا ما تقوليش بيك داخل بعضك ضيعت حاجه انت لا انت هدره فارغه فلوس اي امي ضيعت بياسه ب 5000 بعد الحكاية فيها 5000 نلقاها في دقيقة أما اسمع سيدي خويا راهو نقسموها راهو برا شد بوقتك برا برا ناقصك أنا توا قلت لك عاوني علاه سليمان خوك يحب يعاونك طبخ سوا أمي هي اسمع أنا قبيلة نحشم في لحيتي في بيت البان لفت لصبعي ما لقيتش خوصة العرس قلت له ربما ضيعت هنا في الصالة ماني سهر هنا البارح صار هذه هي الحكاية مالكش خليتها في بيتك زعما نشد شي مرتك ما نشد حيش فك عليا تقول لك هذايا ضيع الخوصة بالعاني باش ما عادش يحطها ما سخايلكش تخاف منها لهالدرجة انا مش خاف منها يا امي اما المشاكل الزايدة الوين باهي باهي برا اغسل له شيء وتوا نكمل نخمل الصالة هنا كان تحت هوني تو نلقاها يفضلك يا عمي وانا تو نستناها تخرج من البيت ولا وجهها غادي امي اشكالي واش وشك يشكي مني كالعادة لا حاجة بيني وبين بعد انا خطيني خطيك هاي الحمد لله مش باش يخلصنا مش باش يسلكنا صباح الخير صباح الخير
من الليله تعدت لي البارح. كنت تعرفوا شو حلمت؟ ان شاء الله خير. حلمت بروحي ماشيه للبولينج نهار السبت العشيه بحوايجي القدم. واللطف على بنت خويا. وكي قلت لكم مشيو لي بونتاكو ومريو بيزو بيزو كي كستو. بيزو بيزو وش هي هذه؟ تي نوع نوع نتاع قماش ياسر دي مودي. اما انا نعلمك هازبين اللي البيزو بيزو رجعت طالع ياسر وسيرتو مع بونتاكو وبوت نتاع كيتاسيون. انا هازبينه؟ اسمع مش تعلم شويه انجلي في المكتب باش تولي تسبني. هازبين معناها انتيكا بابورك زفر. ماما اسمع فيها فاش تقول لي. نسمع فيها وماني فاهمه حتى شيء. صباح الخير. صباح الخير. تنتصر اذا كان نفضل الغبره الكل وانت ما زلت كح تنجيب لك سيرول بيرويك. يكح من وقتات كح عندك قبيله كي جا للصاله ولا يكح هذاك علاش انا مش نفضلها غبرتها. بسم الله بسم الله. عندك الحساسيه ولا كيف؟ ربي يسترك. ختمت هذاك اللي ناقصني انا. جيب السروال تفتق. مش مشكل تنخيطوا من بعد. كنت فاش قام حاط يدك في مكتوبك؟ صبحت لي كي القرصانه شويه هكا وكاو. عيطت لي هيك جنيت. نانا هاو عم الصادق جاك يشكي. يتفضل ادخل جبك من الباب. لا لا عش بنتي مزروب. مزروب؟ انت ريتي وفاضي شغل، اش عندك ما مزربك يا بابا؟ يا لا داري ولا تعطعت بريحة الغاز. يا تلقاك عندك فويت. وهذا فيه شك يلا. كيفاش قاعد تستنى بابا؟ تحب البلاص يا رحلة؟ يلا انت يجري لست اكلمهم. انت مولاة الدار وانت يلزم تكلم الستيك. توا وقته انا ولا انت كيف كيف؟ الغاز ما تلعبش بيه. ماني ما نجمش نشيلهم، عيطت لهم برشا مرات، وديما نفس الحكاية، شيء ما يلقاوش الفويت. سارة تطلعش تهلوس، والمرة هذه تحبني أنا نقعد الحشمة معاهم. منين الهلوس؟ عندنا ثلاثة أيام لا كتحت لا وقيدة ولا بريكية في الدار. اطلع معايا وثبت بنفسك، وكان ما شميت شيء طاح الكف على ظلمك. باهي يا سيدي توا نطلع معاك، فرصة باش نشوف البرتمان. يا من وراني عاد كيفاش ولا؟ يا لا باللي باش يولي، ما يوليش عاد عاصم الحالة اللي لقيته فيها. دير موفيل دير موفيل، هيا نمشي. عزة يا عزة هاني واصلة مع عمك الصادق الشوكاع وهاني راجعة. صباح الخير يا زيزو. شنية هذه زادة؟ يا طفل قلت لك من هيك العام كي أنت ما تعرفش تتربش بيا مش لازم في كل مرة تقلب لي اسمي. وزيد زيزو هذي مش عاجبتني. سعد البارح نتفرج من التلفزة على مشكورة في فرنسا المعلق من اللي بدا الماتش اللي فاو يتربش بجوار يعيط له يا زيزو. اولا انا مانيش جوار نتاع كورة. ثانيا زيزو هذي اسم زين الدين زيدان الثاني. تبارك الله عليك يا زيزو قداش تفهم الكورة. نفهم نفهم في الكور الكل الا الكورة اللي فوق كتافك هذي. صباح الخير. صباح الخير يا اخي. كتبه وين لي؟ يظهر لي دخلت تحضر لك في قهوتك دكتور. قهوة شكون؟ قهوتك دكتور. والله وقيت بالحق. قلت لي وقتاش عندك موعد انت؟ الكاتبه نتاعك قالت لي باش نجي تسعة. اسمي حسن حسني. اي وي وي ست ساعات عندي التسعة مرحبا بيك. احكي لي انت شكون عندك بالضبط؟ وتفضل اقعد تفضل. مش ندخل البيرو خيرا؟ اي 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 ما انا لازمني نعرف عليك حاجات ما بين جا زميلي يكمل معاك في بيرو في بيرونا. تفضل تفضل. قل لي اول مره تجي تعدي عنا سي حسن حسني. صباح كيس بوي. صباح الخير مدموزيل دالندا. مدموزيل دالندا من وقتاش؟ قل لي يا اخي شبيه الدكتور تو ما جاي؟ صار مش هذا طبيبة؟ شكون طبيب هذا؟ ليه؟
هذا اسبوع الفيرم لزميلي. سعيدك. ما قلت ليش اسبوعي زعما الدكتور مازال باش يبدا؟ ني يزورني. مش قطع سروالو؟ قطع سروالو؟ صباح الخير دكتور. صباح الخير. تفضل اول فيشه نتاع سي حسن حسني. بارك الله فيك. مع السلامة سي حسن حسني. تفضل 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 معايا البيرو. زعما تسمعني؟ شنو سامعك؟ هو عليا هو. أمي فضيلة يا اختي لوج على حاجة؟ ليه؟ علاش؟ ليه خاطر من بدري وانا نشوف فيك تفركس من بلاصة لبلاصة، بيت النوم متاعي دخلتها يجي ثلاثة مرات، ومخاد الصالة قلبتهم وشقلبتهم ما نعرفش قداش من مرة. قولي راهو كان ضيعت حاجة بالكش نجم نعاونك. ليه؟ نخمل في الدار كيف العادة. وانتي شبيك لهي بيا ساعة أنا ندور وانتي ورايا؟ مو لاباس؟ نعس علي ولا شنو هي حكايتك؟ فاش قام نعس عليك؟ هاني ماشي البوتيك متاعي. وسامحني كان قلقتك. سميح. قل لي سيدي من وقتاش تبدلت ولات عنيفة معاك هكا؟ الجمعة بعد العرس. تلواش دكتور روحت بعيني زرقة من الوتيل العادينا فيه شهر العسل. لا عسل؟ عسل؟ وانت عندك مدة وتاكل فستكة وساكت؟ عمرك ما خمرت عليها عينيك هكا وحطيتها في بقعتها؟ حاولت دكتور اما الغالب اقوى مني تغلبني راهي تغلبني. اما فما مرة اتشجعت ايه؟ وقلت لها لو كان مازلت تحط يدك عليا الا مانيش كي بيك. وانا تعرف ايش عملت لي؟ شو عملت لك؟ عطاتك بونية؟ يا ريت. ما لا عطاتك دماغ؟ يا ريت يا دكتور يا ريت. حصرتني في الدار ثلاثة ايام بلا ماكله ولا شراب. شنو وما سيبتني الا ما حلفت لها باش ما عادش نهددها بالحاكم. هذا ممنوع. هذا هذا ممنوع سيدي. هذا بريز دوتاج يتسمع. ومن وقتاش عندكم معرسين في هالهناء والسعاده هذه؟ هو محسوب خمس سنين. خمس سنين؟ صباحني ان شاء الله خير. يدور لي يدور لي يا الو وي دالاند امي جاي تعمل امي هون بي قول لا تدخل. شو شنو نعمل؟ سامحني يا سامحني. ها امي مو لاباس؟ سامحوني. شوف نفضت الديفو في الدار قلبتها ريحتها ما ثماش. هذاك اللي كنت خايف منه انا. زعما وين مشات؟ عجب تكونش ضيعتها هوني في البيرو. في البيرو تعرف كيفاش؟ نخدم على روحك توينا نفركسها. يامي يامي لا عايشك لا عايشك راتو نفركسها هنا قاعد نخدم توا قاعد نخدم. في لمان امي في لمان في اش قولك في ولدي طبيب وعليه الكلام لو كان دور البلاد الكل ما تلقاش كيف. يكمل عليك يا حاجه. يعيشك يعيشك. اي امي توا في لمان ويظن لي ما عادش بكري على فطورك. قل لي قبل ما نركب الفطور شاهي شي حاجه نطيبها لك. انا شبيتي شوف شوف مع اسبوعي حقا. وي يا اخي شبيه اسبوعي خايف منك يرعش اش عمل؟ شي يا امي شي تو نحكيهم من بعد من بعد نحكيهم. هيا في لمان امي في لمان في لمان. سامحني ولدي ذا عطل. سماح يا حاجه سماح. الوالدة باهي انا الريحة اللي شميتها موش ريحة قاس ريحة دمتاه يفسلنا بتصلحنا بيوت مددية. انا عندي سوليزيت ومرتي مبلية بالروماتيزم. ربي يشفيك ويشفيها يبارك فيك. خليني نمشي نخدم على روحي يزيني الوقت اللي ضيعته معاك اخويا. باهي باهي انا شنات توا نفهم انا حقي ما نسلمش. ما تعرفنيش ما تعرفنيش شكون نعرف انا.
صباح الخير اختي جميل. صباح الخير. باقي عبدك؟ يا خيتي مرجلي الكبيده نتاعي ما تسمعش كلام. واش عندك فيه؟ قول لي اختي جميل. لا لا ما نجمش ندخل حذاك بدقايق، حاجتي بك في قضايا. لا 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 ماهيش الا فضيله. تفضل تفضل تفضل. هاي تفضل سي حسن حسني. مالك ما وصيتك؟ ها وريذ اللعب قد ما تقدر وكوراج وما عاد نجم عجايب قدرة ربي. اي كان لقيت سبب باش نتلفها يا دكتور. صايرة صايرة. بارك الله فيك. في الامان في الامان. والله تمسيك كل امي هي وصاتك من ما تخرجش. وما وصاتكش باش تشد لسانك قدام الناس؟ هذه راه ما قالتليش عليها. ربي دكتور سامحه بربي وسع بالك. يا مش عملت لك يا امي هكا؟ يا مش عملت لك هكايا يا امي؟ ها؟ سيدي خويا ويني الخوصه تاع العرس نتاعك؟ خوصه؟ اما خوصتي ها في البيرو خوصتي كلاني صبعي يا اخي نحيتها وتو رجعها من بعد شويه وانت على تسال. لا لا انا قلت تطلعش كيما برشا رجالك اللي كيجيو خارجين من الدار ينحيوا الخوصه زعما زعما عزاب. سيدي خويا ننصحك ترجعها والله والله بالحق تشرق بيك اختي زينب. الا ما الا ما شنو؟ لا لا ما شيء شبيك. لما تكبلك صعبك انت عليه امي يخليني نعمل لك قهيوه. لا لا وراس بنتي مانيش باعتيه يلزمني نركب الفطور. اختي جنات جيتك باش تشوف لي. تشوف لك شن نشوف لك؟ اسمع سليمان ولدي ضيع خوصه العرس نتاعو قلبت عليها الدار وفركسته ما لقيتهاش. قلت تشوف لي انت بمعرفتك نجموش نلقاوها قبل ما تفيق زينوبه وتشوم له النهار. كسب لا فضيله انا في بالي بيك ما تقولش بيهم هالحكايات. هو في الحقيقه ما نقولش بيهم اما كي الناس الكل وقت اللي تضيق بهم الدنيا يشدوا حتى في قش. هيا عدنانا ورينا اش تنجم تعمل. ان شاء الله ما تحشمنيش قدام امي راهي جيتها عزيزه. بيه قص لا فضيله. قصينا عقدني لا فضيله. عقدني سامي. بسم الله لا فضيلة. بسم الله الرحمن الرحيم. بلا ورقة تحب نبدأ ولا فضيلة؟ أختي جنات كمل قولي شوف وحدك. هكا حتى عقد النية باقي شوكتك واقفة. وي دكتور لاباسة؟ منين لاباس دلندا منين؟ هاو على الصباح هبطت عليا مصيبة. بسم الله منين هبطت؟ ماني ضيعت لاليونس نتاعي. هذيك علاش وين نقول من الصباح شبيك ماكش قد بعضك؟ ها؟ شو؟ لهالدرجة ظهر عليا؟ ليه مش ظهر عليك. أما أنا وليت نحس بيك من خسرتك. شبيها خسرتي؟ معناها وليت نعرفك مليح. اسمع دكتور تهنا تنقى وحل ان شاء الله ان شاء الله على يديك نحجوا زي البلوكا ما ترقاش لانيونس في صبعي لما الدنيا تقومها وتقعدها وانا مانيش ناقص هالايامات. بيه بربي رايد روحك دكتور والله العظيم حكايه فارغه تيخي وبرا راحت لانيونس الدنيا مشتوفه. هيا انت تقول حكايه فارغه ما تعرفش زينب كما نعرفها انا اعطيها فاش تكبش برك. بيه تعرفش كيفاش الليله يلزمك ما بيتش في الدار. لا لا تبيت في الدار اما بالاليونس. منين باش نجيبها لاليونس دلندا؟ منين هاي ضايعه يا اخي؟ انا قلت لك بالاليونس نتاعك. اسمعني بلك دي دكتور. وي بعد الفطور عطاو نخطف روحي ونمشي ناخذ لك واحده اخرى هكاك تربح انت الوقت باش تلقى لاليونس نتاعك ومن بعد اذا كنت تحب نجم نرجعوا لاليونس الثانيه باش ما تخسرش برشا فلوس. فريمون خمسة وخميس عليك. وهكاك انا ما تقعد لي كان خسرت الفطور. وتعرفش كيفاش؟ اتهم مالا نجيب كسكروت ناكلو في البيرو قال شنو عندي برشا خدمة مثلا. ولا هاي جاتني فكرة مخير باش انا نفطر مرتاح في داري اتو نمشي للباجي ونسلف من عنده لاليونس نتاعو مادام انت جبت لي لاليونس دو سكور. حلوة لاليونس دو سكور. انت يا انت افكارك احلى. ملا تفهمنا؟ ها؟ فهمنا. اي برا ملا وما تبتعش عايش. حاضر. سيرتو سيرتو ما نوصيكش. كلمة ليه؟ الاسبوعي. تري تري بيان.
حسيرو وحدها زايد معاها مثبتة اللي الخوصة ما خرجتش من الدار اي مثبتة ونزيد نقولك غايبة شبرين على العين محصورة ما بين تصويرتين واللي باش يلقاها قلب حنين اشكون حن على ولدي من قلب امه معناتها انا باش نلقاها شنو نانا تزيد تقربلها شويه خلي تلقاها فيسع الخوصة لا 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 هذاك حدي الباقي بنيتي في علم الغيب المفيد نلقاها انا قبل ما تفطن زينوب يا سيماي كيفاش نسلفك الخوصة بتاعي كيفاش يا بيش يا بيش يا بيش عايش خويا راني مخسور عايشك تصور زينب تراني بلاش اليانس لما الدنيا تتقلب وين سبو يوصلك انت طشطه دينا نعرف الجيران تتسلف راس بصل كاس نتاع زيت مش خوصة نتاع عرس يا باشا رانا صحاب راو انا باش سلفها من عندك الوقت الفطور وبعد راجع حالك راك تستحقني راو يا سيدي كيف ضيع حالي كيما ضيعت الاليونس نتاعك كعرف انا نقول له باش نسلفها من عندك وقت الفطور وراجع حالك ويقول لي 7:16 شنو نقعد سنة سيادتك انت حتى تكمل فطورك لا يا اخوي ما يساعدنيش هكا باجي هكا باجي انا الكلي نحاول فيك من قبيله باهي انت نعرفك اللي يغلب كي يجي حسبني شد هاني باش نخطف روحي نجيب طرف البن وصلتني عليه المراه نحب كي نرجع نلقاك كملت فطورك والخوصه بتاعي تستنى فهمت شو باش نقول لك يا باجي يكثر خيرك يكثر خيرك سيا وجا تقضي شو ميرسي باجي عايشك استنى ساعه وي تمشيش تجبد بيا حتى انا زادك كي يجي مروح لداري يلزم خوصتي في صبعي خاطر مرتي كانت راني تخنقني نعرف 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 تهنى خويا باجي تهنى ميرسي اسبوعي انا خارجه تسكر انت الصلاه شو مش الدكتور لي واصله بقضيه في ساعه وراجعه اتنجيب معايا كسكروت باه ما طبطاش عاد باه اسبوعي يا اخي وليد تحزر عليا نحزر ولا لا انت انا كنت غير برشا توحشك بالحق بون ملا نخليكم وحدكم راس راس هاي سي سبوعي هاول سلك تطلق ولات عندك اللوخه والبرتان جمع عزوز يا اخي باش تقولي لي مشكيكه كيما مرت خويا ما تقوليش فيقت اللي هو ريح الخوصه نتاع عرسها هذاك علاش هو داخل بعضه من الصباح صار هو خايف من اختي زينب ريت ما ورجال بتاع توا ريت احمد ربي اللي انت تعاحب واحد كيفي انا فهمت وانت كان عطاك ربي وريحت الخوصة بعد العرس شكون تعمل اولا انا بعد العرس اول حاجه بعملها نحي ذي حكايه الخوصة خاطر الثقه مش مربوطه بجرد حلقه تتحط في صباعه وثانيا باش تنحي الخوصة بعد العرس وما زال فيها ثانيا ملا جرب روحك نحي جردك الحلقه لما نرجعك لياماتك الاولى بتاع العزوبيه شنو زينب يا اخي ما فهمش كويس تاي هاي كمي فضيله تحضر فيه بون خلي واحد يهضم هالكسكسي يلقى مقوم تعرف امي وحدها في العالم في كسكسي بالعلوش كيما يقولوها كسكسلو يرجع لاصلو اش بيك تهبها بنتي يوم الحمد لله انا ترستها قد زوز عليه تعرف في رجيم خويا خاطر في العاده تاكل قد اربعه من الناس تو هكا صح عليك سليمان صح عليك انا ما زلت بيك انا ياسي اسبوعي برا شوف الباب خليني خويا قاعد انا ندرس فقط قبل ما نجمش نتحرك ساعة انا ظهرت لي كاينها تنقيس تعزة قوم انا قدر علي يا ربي بيلي مو لاباس وي لاباس خوك امان اي يقعد بطلع في الصالة بزل كي ترزق تقدم الفطور ويستنى في كويس تاي بالله بالله قاعد يهضم في راحته وانا شربش قبل معدي حتى البن اللي شلته لاولادي مازلت ما وصلتوش نستنى في سي سليمان حتى يكمل فطوره قول لي باش تعمل يقول له تو قل له قال لك الباجي يجيب لي الخاتم نتاعي خاتم ايه هو يعرف من بعد كي نرجع تو نعاود نسلفه له اسرق لي روحك شويه راهو معاه وصلت للخالق اسمع اسمع
قولها له من غير ما تشلق. اوكي. سيدي خويا الباجي حشته بيك. الباجي؟ واش حاب عندي الباجي؟ بربي فاش حاجته بيك الباجي؟ وانا وين نعرف زينب؟ بالله وين نعرف؟ لا لا اختي زينب حاجته بصباع بركه. شنو؟ وفيتي من الضمير نتاعك؟ ودي شو تدخلني بيناتكم؟ ما قوم شوفوا. هاني قيم له، هاني قيم له. تشبيك هكا مزروب يا باجي؟ مش قلت لك بعد الفطور رجعك لاليونس تاعك؟ ايه بعد الفطور، مش بعد فطوري انا، خاطر انا توا باش نموت بالشر يزيد نروح نفطر. فلا هكا اي توا ظهر لك باش تفطر. يخليني نخرى نكمل كويس تاي منعنع ومن بعد توا رجع لك هالرونديله اللي عامل عليها شوها. بلي يا سليمان الخط نتاعي ولا جرد رونديله؟ باهي اطلع بالصفا، هيا هات انا واقعد انت يا سيدي اعمل كاس تاي منعنع مع المدام. اطلع هيا هات. تري تري بيان. انا طيح في قدري معاك انا. ها اش حاجته عندك الباجي؟ لا 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 حتى شيء، قال لي باش نعمل له مطلب للبلديه ولا شنو. بون زينب انا يلزمني نمشي للبيرو يا فيسع فيسع، خاطر عندي رابور يلزمني نقدو تاع مريض وجاي العشيه باش يهزو. داكور ربي معاك سيدي خويا. عاد يا اخي شبيه سليمان خرج قبل ما يشرب كاس تاي؟ ساعة طيبته نيق السكر على خاطر. مش مشكلة امي فضيلة صب له كاس تاو نخلطه له انا للبيرو. مش قلبي ترجع تخدم من غير ما تعمل كاس تاي نتاعك. يعيشك زين، يعيشك مسي. يشرب بعد ما دام سخون. بسم الله. حي. شبيه صبعك؟ لا لا حتى شيء حتى شيء، حكايه فارغه. انا جيت باش نمد الكلبا نتاعي من القجر. سرحت شويه هكا يا اخي تسكر على صبعي. الكلبا؟ لا القجر عزيزتي. يا اخي صبعي تقرض. تعرف نعملوا عليه شوية الكول وكمبريس مش خيرة ترى نشوف. لا 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 تحكي فارغة تي قرضة ما لا معنى. تو ما تجي العشية لما يبرى ويولي طنطن. بيه نخليك تخدم مال. يعيشك زينب مرسي على التاي. يا دلندة يا دلندة أمي فضيلة ما شفتش باكو الفاس مات سليمان قرض صبعه في القجر نتاع البيرو. حيت على ولدي أو كيف قجركم يدينوا في بيتي. برافو عليك يا دلندا برافو عليك فريمون. تقولش عليها الخوصة بتاعي أنا بالضبط. ملا قوة ملاحظة عندك وزيد ما بطيتش. ها ماني ذبلت عينيا للسيغي وقلت له يا عايش خويا راني مزروبة يا أخي حضري لي فيسع فيسع. نعرفك راوكي تذبل عينيك. تعرف ساعات تذبيل العين تقضي اكثر من الاكتاف والمعارف والقهاوي زادا. تراقيستا؟ وي وي توت سويت. اها يا دلندا يظهر لي صغيره. ليه؟ انا خليتها لك صغيره بالعاني. ما تنساش اللي الخوصه القديمه نتاعك صغرت عليك. ايه حقا ايفكتيفمون ايفكتيفمون وهذاك عليها عملت لي الحكاك وساعة ساعة انا النحية باش نفرها صبعي.
تسمح نعاونك دكتورة؟ هي عاوني عاوني. أهلا زينب. ما تقوليش قاعدين تعملوا في بروفا. بروفا؟ أما بروفا. أما بروفا؟ سي سليمان أخلط علي للدار، عندي ما نحكي معاك. يا زينب يا زينب يا زينب زينب شبيكم مش تمة؟ زينب يا بنتي ماهوش معقول راهو الشيء اللي تعمل فيه هذايا ما يخرجش علينا. بربي نشدك مع الكيت ما تلبسك في خاتم وتحبني كتف في داي ونقعد نتفرج. يا ولدي صلوا عن النبي شبيكم بسم الله العظيم. يا بنتي يا بنتي وفيتش من الشكوك والفضايح نتاعك. لو كان افكتيفمون انا جيت عامل حاجه هكا ولا هكا نخلي الباب محلول بس ياتك تهد عليا وتتهمني بحكايه فارغه. بربي يا جماعه قولوا لي ها بالكشي انا مهبوله ندخل نلقى ليلى دالندا تلبس فيه في خاتم اشو معناها ها اشو معناها؟ يا اما قاعدين يبرفوا على عرس والا انا عايشه في بلاد النيه والاخويه. يا امي شي ما منها الحكاية حكاية فارغة ما هيش تلبس فيا في الخاطر قاعدة تعاون فيا على تلبيسه على خاطر المدة هذية حسيت كيف اللي سواب يتنفخوا شوية وكاو هكا الحاج موسى مش موسى الحاج والخاتم بابا اش مخرجوا من صبعك. يا بنتي انا بعثت الدلندة قالت لي انا نعرف سايغي باش تهز تنفخوا وتلمعوا وكاو تلمعوا؟ هاي فاش قام تلمع فيه؟ ها شو تقولش عليه جديد ولا؟ قل لي ساعة انت يا اخي عمرك ما لمعت خاتم عرسنا؟ سي لمعت وما عندي مديدة مالا انا نعلمك يلا اللي انا على قليلة مرة في العام نهزوا للسايغي نلمعوا وننفوا مالا شو بسيكوتيرابيوت كامل ولا اليونس متاعوا بلح؟ سيدي خويا مقوية بالبرطة يا ربي شو شكيت سيدي خويا خوستك خوستي لا هيا انا خوستي هيا في بيت سيدي خويا ولا خوستك هيا يا عجبكشي ها جنات عندها الحق ترى وريني يا والله خوستك بالحق انتي هاو التاريخ ولا سامي مين الخوصة اللي لابسها متاع شكون؟ يقولها الحقيقة وقصص ذاع مش عنده باش يقول لي زادة. يا بنتي مشافي بالي لي انا ضيعت خوصتي وليت بعد دلندة باش تشري لي خوصة جديدة فوالا اكعب سارة ما تقوليش اللي انت عملت هذا الكل على خاطرك خايف مني. اي نعم يلا نخاف منك اجيش لبالك يا محليك يا سلومة قديش تعجبني بسيف يعجبها يا للا بسيف يا ناري على ولدي وانا يا ناري على اخويا. تعرف سلومة والله كان قلت لي على حقيقة من الاولى وراسك انتي لن تغش عليك ابوه بيان سيغ خاطر الحوايج هذوما يقعوا يصيروا انت شنو هي المشكله ؟